ضربة جتني أكبر من جهامتي. ثم واحد هو ما تصير لهوش مشاكل؟ أملى قلبك بربي وخمم واش تعمل من جديد. السوق بركة فيها الخير والحركة. السوق ما هرزتني كان السوق. كنت فلاح عايش مرة الفوق ومرة اللوتة. عامة اللي نعرق إذا ما نصور ياسر نصور شوي. دخلت السوق عقلي تسلم. شفت الفلوس داخل خارج يجبت فيهم الواحد استايف من جيبه. قال واشي قال تاجر في كل بيع وشري مربوح. هذا يا مربوحي ناي نفرط في شطر الارض بتاعي ونشري الكاميون زي بالحاضر وشي بالكريدي. كدار الدولاب وقفت على رجلي نلقى خديجة قدامي. قلت علاش ما نملكش نصف دين. يظهر لي دهمت على جبل بقدومة. صلي على النبي يا مهدي خي. كون انت تبكي من واحد واطي كيف الصادق. اسمع انا نقول لك قدم قضية. ايش كبير الصادق مرامتي وصاحب سواب. لو كان ياكل زوز كفوف طو يعترف اللي هو حرق لك الكاميون. ايش كبير لزهم للعالي ياخذ لي حقي منه. ايش تقول يا مهدي وخديجة تسلم فيها؟ معدي ما نعمل لها لي ولها ربي. اسمع رهضي يا مهدي خي اسمع رأيي. انا نقول لك ايش كبير ونحن نشهدوا اللي هو هد قدام هنا. نشهد معاك اول واحد عارف. مكثر خيركم نعرفكم ما تخلونيش وقت الحز. اما زين هذا كلام يا مهدي بين ليلة ونهار يا رسول الله تصبح ما غير كميونة ما غير خدمة وتقول زايد. ربي سبحانه ينور لي حق. هام 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 كلمي وش بيك؟ ربي سمعني على الخير. قيلوا كمين تعمل ماجي تحرقت. تحرقت؟ ما تقولي هالكلام يا طفلة. والله تحرقت تحرقت كلها. وقتاش وكيفاش؟ قيلوا البارح في السهرية. عملتها يا الصادق عملتها. ما تكون كان عمايلك. لا يعينك عمتي محبوبة حميدة. مرحبا مرحبا بيك. نحوالك؟ الحمد لله. وينك لبس عليك؟ الحمد لله. مش عاملة؟ الحمد لله. يا عيشك. هاي هاي دخل. قولي لي يا عمتي صابر هني هني. اسمي عندي كلمتين تنقولهم له. هي والله قضية كان ينجم يعاونني فيها عمتي. يعاونك مالا ليه يعاونك ونص. صابر ها صابر حميدة تحب علي أسكن. نمشي لحضرك مقهاو. لا يسترك يا عمتي. بس عليك يا صابر. تفضل يا عايز. حق يا صابر جايتك وحاشمة. مشني عارفة منين باش نبدأ. باهي نجم تعتبرني كي أختك؟ بالطبيعة أنت كيف أختي وأكثر.
ليلى عرفتك ما تغش علي عملها بي معاك. واش باش نقول لك حميد؟ ما تقول شيء. نايا فهمة كل شيء. فهمة ببي واما. حتى انت فهمتك. فهمتك. مقدرة موقفك ثانا. نايا والله يا حميدة. اسمع صابر. الكلام اللي قالها ببي لعمتي محبوبة. انساه. حطها على جهة. نايا معتبرتك يا خويا. وجيتك على حاجة أخرى ثانية. إن شاء الله خير. أحكي. إذا في مقدوري نعاونك. باهي. إذا بالحق تعتبرني كي أختك، جاوبني بصراحة. وعلاش لتو ما رجعتش تقرا؟ ويما شكون به؟ ما جاوبتنيش. إذا نرجع، لاظر شكون يخدم؟ باقي ما جاوبتنيش. أنت ما رجعتش تقرا خاطر ما عندكش فلوس. لا لا، الفلوس ماهيش مشكل كبير. هالصبر. غضتني حاجة حسيتها في الزواجي. غضتني شماتة الناس في ولد عمتي. يوصل للعين وما يشربش. راني حطيت روحي في بلاستك، حسيت بالقهر. يسترك يا حميد. كلامك هذا يصبرني على مشاكل الدنيا. خايدة براسك. أنت ضرب قضيتك. أما باش نطلب منك حاجة. ما نقولك عليها كما تحلف لي برحمة عمي إبراهيم. ما تخيب مطلبي. نين خيب مطلبك؟ ورحمة أبي في قبره لكان يقصوا لي راسي. باهي. كيف هكا؟ شد. شنو هذا؟ شد الساعة. تيخوذ. واش فيه بك؟ اسمع صبر. هذا سلف. الحسابات اللي عند أبي وامه. نايا ما عنديش. وانت تعرفني. أخي قديش ليا نخدم في هالمعمل ونلم في الفلوس، واش تنعمل بيهم؟ ما نستحقش من اللي خوذه. كمل قرايتك. نهار اللي يبدا عندك رجعهم لي. يا سيدي كارت تحب كارت. لا 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 حميد، مش معقول. واش عم ابراهيم اللي حلفت به ما عزش عليك؟ رجعت في كلامك؟ هاي بالسلام حميده. تروحي ما تشربيش قهوتك. والله مزروبه عمتي، والله هكا حد نهار اخر نجي حداك ونحلك قرين في الدمني. بسلامة. بسلامة عمتي، تصبحي على خير. حميده واش بيه؟ لا لا شي شي، قاضيه ما بيننا. شد اشرب قهوه. شفت عليلة؟ الواحد ما يكمل الخدمة إلا معظمة تتهرس، حتى من البسكليت تكيدني بي. مشني غايفتني روحي. نروح نتفرهد، نعمل تبحبيحة، ننسى كل شيء، نرجع صح سطار. ما غايفني المهدي مسكين. كان ماشي جاي بكميونته صبح يتفرج فيها كدس رماد. حتى انت عليلة غايضاتك كميونة خردة. النهار الكل هي عند صلاح، ما تسويش صوردي اللي خسر عليها تصليح اكثر من اللي صوره منها. اما على كل حال الله يهلك ولاد الحرام. هاي الزينة عاد بدل علينا الموضوع. اخي انت مشيره والناجي مشيره، ياسر علي يا بي. اسيدي ارتاح، هاني في بالي به الناجي بشاب تلتونس وباش يعدي على ما ظهر لي نهارين ولا ثلاثه. بالله والله مثبت؟ اي شيني مثبت. سمعت يوصي في عمي تهامي ويعاود. ياش همني فيه يمشي ولا يقعد كيف كيف. انا واحد من الناس يساعدني كي يمشي خير. راهو قاتلني مفددني خنقني. كان شفتني يا بي حني. تحلت العقيدة. لا لا يا حميدة. وشنو هي الجواب اللي فيدك؟ تا حميد وش فيه؟ لا لا وراء ما زلت ما حلتوش. اسمع صابر، غدوة اقصد ربي لتونس وكمل قرايتك. لقيتي كنز زامة. منين جبت الفلوس هم؟ دبرت راسي. تسلفتي من عند خالي التهامي؟ لا من عند التهامي ولا من عند غيره. فلوسي حر مالي.
مين ليك أم؟ اللي معاه ربي ما يغلب. بعتي ريحانتك؟ واش تسوى الريحانة قدام قرايتك يا صابر ولدي؟ السلام عليكم. السلام. عسلامة صاحب. عسلامة. طيب لاباس؟ لاباس. طيب. نعم تليفون. اختاري صاحب ما تليفون والله ماشي نقصه ما راح. تو خلص الكل كل خلص. برا سيدي. نقابل المحامي نشوف واش عملنا في دفتر خانة. وإذا ما تعطلتش اليوم نروح. على كل حال. كنت فكرت جيب لي 20 كاسة تسجيل. ذكر. بسلامة. رد بالك على روحك. وينو عمار؟ هيا وجي. سي ناجي. خير ان شاء الله. نحب نوصيك. علاش؟ رد بالك على الفيرما. هذا حديد. الفيرما هذيك راهي في عينينا سي ناجي. كون متهني. بالسياسة توكي نقرب ونقول سيسرعك برك. بيه هاد جبتها في الزردير كيما قلت لك سايس روحك سايس روحك على قد ما تقدر مشي الحاله دي انت وتنسي يا وليدي شاهي نكمل هالبطانيه فيس نحيها نرتاح منها ونسدي حاجة أخرى. ما تعبيش روحي. وين يتنحى يتنحى. كان ما كذبنيش ربي شمت في ريحة المطر. واش خاصة حنان؟ الدنيا مسحبة والريح تبدل شرقي. نايا نقول الليلة بقدير الله المطر تصب. إن شاء الله من فمك الربي يا وليدي. هاني قدام الحوش. نتفرج على السحاب. مبين فيه مثقل. لعل اشكون يعرف يا وليد ارقد انت واذا صبت المطر طول نوضك انت غدوه قاصد ربي لتونس مش غدوه عندي قضيه لازمني نقضيها قبل وان شاء الله بعد غدوه ربي يقضي الحوايج امين هاي تصبح على خير تصبح على خير ما تدورش خليها العباد يرحوم راهي مالي ساعة تاع الليل اسمع انا في رايي تمشي انت وحدك انا خليني نستناك هنا خير لا لا بي رجلي ورجلك قالوا تمشي وحدك اسمع وشكون باش يحل الباب عندك غير الحق رحوم ما تعملش بحس الكلاب تقعد بشيره الاخرى اقل حركه تكون لهنا الكلاب ما تعرفك الكلاب انت الكلاب ما تعرف حد في الليل يمكن تعرفني انا داخل أو انا هارب خاش دخليه يا ذنوبي بيه بيه وقيد طوز بروحك ايه اسمحني ما نوصيكش
كي تهبط تساعد روحك، كي تدخل للدار ما تدعمكش. تهنى يا ولدي تهنى. هاني جيت، هاني جيت. تفضل 25 دينار. يا سيدي. أنا أول مرة تعملها بيا كره. تنقبت لي العجلة الأولى، جاب ربي بالصدفة نلقى ولد حلال صلحتها عندي. أنا عمري ما نمشي من غير رود سكور. وصلت شهوني، تنقبت لي العجلة الأخرى. ما الأزهر؟ أحمد ربي قداش من واحد تاهله كربته فطنية ويبات من خلال المخلة، حتى واحد ما يحبسك. توا قرب الدجرة. هاي تفضل. صباح الخير. صباح الخير. Thank you.
هذا مجرد إنذار. إذا أردت أن لا أعود مرة ثانية ادفع الدين المتخلد بذمتك. شكون يا لالي؟ الأمور كل منظمة وكأنك موجود. حاول سيدك نجي جي برمشي وقت. اسمع ماكش مش تقولي لي؟ ليه ما تقولوا شيء. باهي برمشي وقت. باهي كيش الفلوس؟ شيء والله ما لقيت شيء ممسوع والله ما لقيت شيء. ما عملنا شيء كل شيء طاح في الماء. ليش؟ جواب رميتها في البيت. يا ولدي يا ما جواب وما بيت. أنا حاجتي بالفليجة. الفليجة هي اللي حاجتي بها. الله غير. أنا قلت ما يجي زي برشة تليارة والفليجة بضرقة في كل شوط. استنى ساعة. أعطيني حقي الثاني فيه. نعطيك. علاش ليه؟ مادام عملت اللازم. المرة الجاية تعطيك. المرة الجاية؟ لا لا سيدي اعطيني تو فلوس. ما قلنا المرة الجاية. ماك خليت تسقط قبل. جيب لي الفليجة نعطيك الباقي. مش هذايا الكلام تفهمنا فيه. اعطيني متاعي. اها ما نحبكش تكبر كرشك عاد. كبر كرش؟ ناهي نكبر كرش. باهي يا رحوم باهي. اما دبر شكون يخرجك من هنا. ناهي مشيت. يا ولدي جانا وين ماشي؟ ما نجمش نخرج من هنا. مبروكين الزيتونات يا صابر. انت غرست من هنا ورب حتى خير من هكا. الله يبارك فيك. الحمد لله. تعرف اللاوي المطره هذه على كيف كيف تزيد في العمر. ظهر فيها حيدة شوي على جبل. ربي خذا والطف. لو كان حطت على جبل وهبط الواد اوب 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 يعمل فينا فتري. شوف شكون جاي. التومي والمولدي. هيا مبروك يا جماعه مبروك علينا وعليكم وعلى الناس الكل. خيرات خيرات على اللي عملوا على ربي وزرعوا باش تعوم لهم. الحمد لله. قول ان شاء الله صاب. ان شاء الله صاب. اي اشكون ما يفرحش كي ربي يعطي خيره. المطر تغير كل شيء. الفرحه تعم على البلاد الكل. هنايا درت طبايب الدشر الكل مصلي على النبي. الارض مجمجمه بالماء ينجيك الخالق. ما جاي قدامنا كان الخير ان شاء الله. ان شاء الله. شاء الله. شفتوا يا جماعه كل نهار بركه نوردوا في الزيتونات بالزيتير. اي هذا هو. لو كان تعطي الحصان نتاعك كوجي وتخليه ياكل ويرقد كاعو. ما تنساش روحك. انت وقت الجدور نتاعك نزلك حطوا الراس على الراس ورقدوا بالنوم. يا سيدي اللي يرقد منكم اكثر. ها يا سيدي نعطيه جاي. نايا نقول لكم الجائزة ياخذها كان التومي. برا سيدي ما يسالش يقسموها الشطارة. كي سيدي كي جوادة كي التومي كي حصانة. ولي تضحك. هاي الحمد لله عليك ولي تضحك يا سيدي. صح عليك. يحرز لك جماعة حاضرة والدنيا ماطرة. ما تعرفني ما تعرف. وش نعرف؟ نعرف كل تثنيك الركبة تدخل على البسكليات. صحيح جمال الدحامات. يا سيدي يا جماعة يزونا من البصارة. وش رايكم وكان تشاركوا نذبحوا بركوس؟ على جال المطرة هذية. على الظالين أمين. على الظالين أمين. على الظالين أمين. يا ولدي وين؟ اسمح وين؟ لاباس
حولك انت عم طيب. افتح ورك انت محمود. والله لاباس انا فرحان. فرحانه ياسر بسم الله. يا حمد انا واش كون هيك راحتي المطر وصار له يزيد يخلط البيت والمطر يرد الشاي مش باب. ما تمشيش عندك زوين. خبيها عندي. قلت ما نسلمها لحد من ايدي ليدي. مكتوب ومطبوع بالدكتيل وشكون يعرف؟ راح يزيد تحكي شوي في الحانوت. راح تحكي شوي يا صابة في الحانوت. جهرب راح تحكي. صابة وراك يا صابة. ها؟ وش بيه؟ انظر من شيخ. بدر ضربة واحدة. أنا ما قلت شيء. نايا قلت مالا نحلف براس بي وبي كراجع الحطاب راجع. يخلينا من حطاب. ايش عملتي مع صابر؟ فهمتوا؟ لا لا كل شيء وفيه يا سلمى. تهمي في روحك ولا مدرق علي؟ وراس اختي لالا صحيح كنت نحبه وما شايفه في الدنيا كان هو. راني كنت ريدتها بقلبي وجواجية. من نهار اللي عرفت الحقيقة اش تحبني نعمل. ما ثمش حب السيف. ربي وجهه طريق الخير. صدقيني هذا كلام وسع. أما الجمرة حية تحت الرماد. لا لا سلمى خيتي لا جمرة ولا رماد ولا حد شيء شيء. شوفي شوفي شكون جاي. هاي أنا سبقتك للمحطة نخليك تو. تو نخلط عليك. حميدة سامحيني حاجتي بيك نجم نحكي معك شوي؟ إن شاء الله خير. سامحيني يا حميدة جيتك على غفلة. ما نجمتش نمشي لك للدار. حشمت من خالي التهاب. ان شاء الله خير. ما فما كان الخير. واش بيك يا حميد؟ باين عليك حاشمه تقابلين. نايا حاشمه نقابلك. ربي يسامحك يا صابر. صدقيني يا حميد جايك وخايف. وعلاش؟ اخي انت كي خويا نبيل جيني في كل وقت نتشرف بيك. مزيتك ما ننساهاش طول عمري. تبقى أغلى هدية جتني في حياتي. لحظة اللي مديتي لي فيها الفلوس بقيت تترف في قلبي. واش هالكلام اللي تقول فيها صابر؟ أخي بناتنا فلوس نحنا. ربي يهديك. شوفي يا حميد أسمعيني وفهميني. نايا غدوة ماشي لتونس باش نكمل قرايتي. بالحق مبروك هذا اش نتمنى لك. الله يبارك فيك. جيت نسلم عليك جبت لك هلا. صدقيني فرجها ربي. عاد وش بيه خليهم عندك بالك تستحق فلوس بزايد. وراسك يا حميد ومعزتك عندي نهارت اللي نحتاج نجيك ناخذ من عندك قد ما نحب وقت اللي نحب. راك وعدتني وحلفت لي بمعزة عم ابراهيم ورحمته في قبره. توا خذي مني هلا. الحمد لله فرجها ربي. خليهم عندك كان احتجتهم هوينا كان ما احتجتهمش يا سيدي احسبهم امانه. رد بالك على روحك. ما نوصيكش على أمي. عيب عليك ثم واحدة يوصوها على أمها بخاطرك وربي يجيبك في الصواب. ازر بروحك يا صابر وليدي هيا لا تفوتك الكار. باهي يا ماما باهي. سلمي لي على عمي مسعود وخالة حليمة وزينة ونوصيك ما تعبيش روحك. تو كيف نرجع نعاود من جديد لا تسقي لا تحمل. فهمتيني؟ باه. هانا الزرعات انتفعوا بالمطر ان شاء الله السنه يجيبونا العول. ونايا ما عاد ما مازال لي في تونس. هنيني انت على روحك برك. تهني ياما تهني. هاي بسلام. ما تنسيش تدعي لي. يسترك يسترك دنيا واخره.
ينجحك يا سعد، ينجحك ويربح شير تلبيك. عليك شو حالك؟ الحمد لله يا اخويا، ما تصورش قداش استحشتك، استحشت الجامعه والانستيتي والطلبه ولا سافر. ما انا قول لي ناوي ترجع يا حرز اصحاب الخير. هي الحمد لله عليك، والله ما تصورش قداش فرحت لك. ان شاء الله مبروك. الله يبارك فيك اخوي. اما معمل عليك، معمل عليك تعطيني الدروس اللي فاتوني كل. هل كلهم حاضرين؟ ومن اللي زاد انا الحاضر معاك، ومن اللي كنت تخلط على اللي فات. تغسل وحدك؟ وردة وين؟ أتو تشيك. مشيت بحثة عيشة؟ لا، بعثت تعلم في صنعة الزربية. نعم؟ هاي المعتمدية منظمة طرابلس، قلت فرصة تتعلم حاجة تنفعها، احنا مانيش باش ندمولها. باهي ياسر. لا هذه خرقة العادة، حلوة برشا. تعمل كيف؟ تعمل 66 كيف؟ ما شاورني، نتفاهم قبل. قلت فما حاجات أخرى من الأولى نتفاهموا فيها. وردة مسألتها بسيطة. عزيزتي احنا عنا حاجات مهمة في حياتنا مؤجلة. هاي سما. اوكي تفضل. عزيزة أنا مقدر كل شيء، نفهم الفيرم التعب الأعصاب، مش مستانسة أنت، يلزمك وقت. باه إذا تحب تعدي أيامات في تونس أوكي، ما يسالش. حد ما غصبني على الفيرمة، أنا اللي اخترتها وأنا اللي شريتها وأنا اللي سكنت فيها. إيه ما وين المشكل؟ المشكل فيك أنت، في الدوالب اللي دور عندك في السر. أول مرة تكلمني باللهجة هذه. وباش تجاوبني وبلاش الغاز؟ اش تقصد؟ اللي بينك وبين الحومه. مرحبا بيدس. عايشك يا سيدي. عام. ها يا عايش. والكسكسي ماك تحبه. قول حتى تبش. اش اخويتي الوقتاش ليمت وانت تعالفي فيا، رديتيني ثورة بلك. الله على خي كنجيل الحق. ما ناقصك كان محراض بو قلبك ونافيدي صوت ونمسدك فاش نابك. مش عارف يسكت عمار، وانت كلامك ماست لاست، خليني ناي وقتي وانت شو مدحك يا اختاني. ماني عارفك باش تقول لها خذي لي امرأة. هلا واش سي ونص؟ لا خي واش بي ناقصة ذراع ولا ركبة؟ لا ذراع ما عندي ما نقول فيه، حتى الركبة نتغيز نادر شعير. أما ورأس أخويتي الحبابة هي المرأة، المرأة لا ينجمها. شنو يا عمار؟ والله ما تنجمها. ناية من نجمها المرأة تناية نمبر نغمها بيه الذهب نشرهولة حق لا إله إلا الله يصبح بيت نجمها لها زواز زواز. الريحة نعبيها لها في الدبابس. تكلميها عاشة، قولي لها هنا نجم ناخذ امرأة ولا لا؟ اي نجم سي ونص. واش بيك؟ واش بيك راهو عامر بكل. وشكون قالك ما تنجمش؟ كرومتك كروم العاصي وفلوسك مسد فيها في جيبك، وانت تقول عاشة النجم ناخذ امرأة ولا لا؟ هذا شريك شفتي هانو بان بالكشف، يعطيك راس بصل على راسك. والله نكمل البن ومن بعد جيب راس البصل. نسيت؟ ذكرني. باش نذكرك باش. الحاجات اللي ما بيناتنا ما نجمش نذكرهم لك. واحد ينسى مبادئه وينسى حياته ويقول ذكرني. إيه شنو عملت لك أنا باش تتبدل علي فرد تبديلها؟ نعمك لي أنا ما تبدلتش. أما أنت كلامك ولهجتك
وينو الكلام اللي كنت تسميه نقش عرخام؟ هبت علي الرياح غطتو الغبابرة؟ شنو تفسخ بالوقت؟ محطو الحسابات؟ الحب اللي كان الشمس ضاوية لقعد له هو لقعدت شمسه. عزيزة ما نبداوش نخلطه، كل حاجة عندها وقتها. احنا توا في وقت متاع جري وعرق وخدمة، واللحظة اللي تضيع تمشي خسارة. الفلاحة ما هيش تفرهيدة ولا محواسة على الشط ولا كلام في الغراميات، لا احنا يلزمنا نكبروا. هذه حاجات متاع مراهقين، ناس ما عندها ما تعمل. هي الخدمة والعرق والإحساس بالمسؤولية ما عنده حتى دخل في العلاقات المشبوهة. علاقات مشبوهة؟ شنو هو الكلام؟ معناها أنا مجرمة؟ ما قلتش جرام أنا حشيك، قلت علاقات مشبوهة. فيني هالعلاقات المشبوهة؟ علاقتك برحومة شنية هذيك؟ علاقة عادية؟ علاقة عمل؟ الراجل ماشي جاي ليل ونهار يدور بحواش الفيلا كأنه صرتي. هذايا علاش انتي؟ هذايا راجل تربط لي بيه مصالح، ايه ما نقابلوش، ما نحكيش معاه، ما نتفهمش معاه، ولا على خاطر الفير ما نقطع علاقاتي الكل. شنية هالمصلحة اللي تربطك برحومة؟ مصلحة كل مصالح الكل. اون بلوس هذايا صاحبي وانتي تعرفه وخطيبته صاحبتك. ليه ما نعرفوش؟ ما نحبش نعرفه، ما نحبش نعرف المارك اللي كيفه. انت مجرد ذكر اسمه يقلقني، حس اللي وراه كارثه. اسمع السيد هذا شي يحب، يحب يخلص في السمسره نتاعو، يعطي حقه وخلصنا. اما سمسره بالطبيعه السمسره، مش انت قلت لي اللي هو اللي لقاه الاعلاني اللي في الجريده نتاع الفيرما، يعطي حقه وخلي يفك علينا. وهذا فشاد هو، ولا نعطيه ولا نسلفه حتى لله. لا على الاقل اللي يبدا مدان ويصحح راسه وما يدفعش يكون قادر باش يحمي عائلته واملاك عائلته. يظهر لي عزيزه وجيعه راسك رجعت لك، الاحسن تاخو حرامشك. حتى واحد ما نجم يقرب لهنا، حتى واحد ما نجم يدور بيا. فما واحد ينجم يقرب؟ فما ليديه طويلة ينجم يقرب ويدخل ويوصل حتى البيت النوم. مش تحب تقول؟ رحومة صاحبك ينجم، وكان اليوم التهديد بالجوابات، غدا ما تبقاش كان جوابات، يولي ضرب وتصفيت حسابات وربما القتل. زعما من عند شكون هذي؟ مش من عند واحد يسالك دين؟ ما بينه وبينك سمسرة كارثة؟ وين لقيتها هذي؟ شكون عطاها لك؟ وين لقيتها؟ في بيت النوم تحت المخدة اللي متوسدها. وصلت به الدناء للدرجة هذي؟ شكون؟ هشكون منهم؟ رحومة؟ مالكش حد آخر؟ اسمع يا ناجي، يظهر يلزمك انتي تشرب الحليبش باش تفيق على روحك وتصفي حساباتك. بابا 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 ملا برد. جيت عمار التو فايقه هاك بجاه ربي. واشي حط سماك. واشي اكل كانون. كانون كالعاده. خوتي برد، هاتي ندفى انا شوي بتني البرد. عيشه
توباهي هذا وين تبطل الكلاب نبيه ينبح خوك عامر الزيزي برك عمار صح صوتي برد الجواج وعلى الكيف اما لا على حساب هذا قومي قومي وين نقوم خي قومي طيبي لينا كيسانتاي تسخن جواجي فيها البرد القاسي يا عيش بالله هذيك حضنيتك ولا تبصر عمار ليلي ليلي ماشني مبصر يجي منه المحفل قايم ومولات الخد والقد راقده قومي قومي طيبي لينا التاي راهو الدماغ فلقت بالله العظيم في بالله العظيم يا لا ثم شي فلقت الدماغ قدك انت عمار يعطيك ولا بخذا ما تبردي على القلب كان انتي